السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا البيتزا. لتحضير عجينة البيتزا كنحتاجو بيضة، 4 معالق كبار ديال الزيت، 2 معالق كبيرة ديال السكر سنيدة، 2 معالق كبيرة ديال المعجونة، خميرة معجونة، 1/2 معلقة صغيرة ديال الملح، 1/4 كوب كاس كبير دافي من الحليب، ما يعادل 140 ملل. نخلطوا العناصر كلها حتى كتنسجم مع بعضها. ثم كنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه لينه. هاد العجينه كتجي رائعه جدا وهشيشه بزاف، يعني كنعتبرها عجينه ناجحه. اذا نخلطوا جيدا ثم نغطيوها ونخليوها على جنب وندوزو نوجدو العمارة اللي غادي نحتاجو لهاد البيتزا هادي. اذا هنا غادي نحتاجو 200 غرام ديال اللحم المفروم، عندنا فلفل احمر وفلفل خضراء مقطعين بداك الشكل، عندنا زيت الزيتون، وعندنا 2 ريوس ديال الثومه حكيتهم. اذا كنوضعوا اللحم المفروم وكنضيفوا عليه القليل من زيت الزيتون، ثم كنضيفوا القليل من الملح ونخليوه يتشحر جيدا، وكنضيفوا القليل من الفلفل الاحمر يعني التحميره، والقليل من الفلفل الأسود، كنضيفو ثومة، ونخلطو جيدا ونخليو داك اللحم يتشحر. هنا اللصوص كنحتاجو حكينا 2 مطيشات، وكنضيفو ليهم 1 معلقة كبيرة ديال مطيشه الحك، كنضيفو راس ديال الثومه محكوك، وكنزيدو زيت الزيتون، والملح، ونخليوها تطيب. اذا هنا اللحم المفروم كنشوفوا بانه راه طاب، اذا تشحر مزيان، كنوضعوا الفلفله حتى هي كنخليوها تشحر، بالنسبه للصوص ديالنا كنضيفو شويه ديال الزعتر. بالنسبه للعجينه انا قسمتها على 3، كناخذوا لاطا ديال الفرن، ممكن نستعملوا داك الكاغيط ممكن لا، وكنبداو نقرصوا فيها، هي كتكون سهله باش نطلقوها، يعني ما نحتاجوا لا دلك لا والو. كنبسطوها من الوسط وكندفعوا للجناب،
لان الجنيبات غادي نخليهم شي شويه غادين يعني على الوسط، الوسط كنرققوه مزيان. حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا. اذا هنا من بعد ما طلقنا العجينه كنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق حتى كتنفخ واحد شويه، كتخمر شي شويه، عاد كان نعمروها. بالنسبه للحشوه كتبقى مساله اختياريه دائما. انا هنا استعملت اللحم المفروم، ممكن تعوضوه بالطون، ممكن تعوضوه بصدر الدجاج، فقط بالفخوماج، ممكن الخضروات، لي شامبينيون، كتبقى الرغبه ديال كل واحد شنو يبغي. والفرن دائما كنسخنوه قبل ب20 دقيقة قبل، عاد كندخلو البيتزا ديالنا، والحرارة كتكون 200 درجة. يعني هذا كيعتبر سر من أسرار نجاح البيتزا. نزينو بالفلفله، دوك الالوان كتجي جميله، كتضفي واحد الجماليه على البيتزا ديالنا. انا كتعجبني البيتزا هكذا ملونه وعامره. ونضيفو الزيتون الاسود ونطلقها من بعد ما نخرجوها من الفرن. اذا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنخرجوها من الفرن. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وبصحتكم وراحتكم.